ايش راح اسوي فيها؟ في ناس تسقيها على اللبن على طول، انا راح اشويها بالفرن وبعدين اصب عليها اللبن، فراح احطها بالصينيه. ممكن على اذنك؟ تفضل. راح احطها بالصينيه، شايفه كيف؟ مره حلو، حجمها يجنن. اي اي حلو الحجم الصغير، بلقمه واحده تقدري حتى حبتين تاكليها بلقمه واحده. نرصها زين وندخلها الفرن، بس تاخذ لون وتكون معنا جاهزه.